والآن نتحول لكلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لدينا الأسلحة لحماية أنفسنا وحماية أراضينا، ونحن على استعداد لأن نزود بالأسلحة كل المتطوعين لحماية أراضينا. إن شعبنا الأوكراني وكل أولئك الذين لهم خبرة في مجال القتال العسكري، أرجاء منكم أن تذهبوا إلى المراكز المخصصة لهذا الغرض بغية تعبئتكم. أرجاء منكم أن تتبعوا كل المعلومات المفصلة والتوجيهات. في هذا الصباح سجلنا بعض الجرحى الموجودين حاليا في المستشفيات، وإن مساعدة هي ضرورية. يمكنكم أن تعطوا الدم لإغاثتهم، واليوم نقوم بعمل مستفيض فيما يتعلق بالدفاع، ونحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا وشركاتنا، ومستقبلنا يعول على ذلك. علينا أن نعمل يدا في يد لبناء مستقبلنا حتى تكون لدينا كل المنتجات اللازمة. وإن البنك الوطني والنظام المصرفي في أوكرانيا لهم كل القدرات اللازمة بغية التمكن من دعم مصالحنا ومصالح السكان الأوكرانيين. إنني ممتن لكل النساء والرجال والسياسيين الأوكرانيين الذين دعموا استقلالنا. إن بلدنا ليس له أي اعتراض. نحن جميعا مواطنين، ونحن نناضل ونكافح بغية حرية بلدنا واستقلاله. عليكم أن تكونوا على استعداد للدفاع عن مدنكم وقراكم. وأود أن أقول لكم أيضا بأن قرار المجلس الوطني للدفاع والأمن يؤيد كل أولئك الذين هم على استعداد للتعبئة لصالح بلدنا. في هذا الصباح يسجل حقبة تاريخية جديدة. هذا التاريخ يختلف بالنسبة لأوكرانيا وبالنسبة أيضا لروسيا. فلقد أوقفنا علاقاتنا الدبلوماسية مع روسيا، وأوكرانيا لن تتنازل عن حريتها كيفما كان الأمر وكيفما فكر أولئك الموجودين في موسكو. إن حريتنا لا هي قيمتنا الكبرى، وإن громадяни Росії сьогодні самі هاجمت خلال الحرب العالمية، فإن الاتحاد الروسي هو في نفس الطريق، طريق الشر، والكل يعول على السكان الروسيين. فالمواطنون الروسيين عليهم أن يحددوا اختيارهم اليوم في أي طريق يريدون المسير. إنه قد آن الأوان للنزول إلى الشوارع وللإدلاء برفض هذه الحرب، الحرب مع أوكرانيا. وإنني هنا أود أن أتوجه أيضا إلى المواطنين الأوكرانيين وأقول لهم والناطقين إذا باللغة الروسية، أعلم بأن هذه المعلومات لن تنقل على قنوات التلفزيون، لأنه سيتم إعاقة ذلك، لكن التاريخ لا يمكن أن نعوقه. أيها المواطنون الأوكرانيون الأعزاء، كل أولئك الذين لهم أعضاء أسرة في روسيا والصحفيون، أتوجه إليهم أيضا، عليكم أن تتصلوا بهؤلاء، عليكم أن تنقلوا لهم الحق الواقع. هذا شيء مهم جدا. شكرا جزيلا. سنحيطكم علما كل ساعة
وبكل المعلومات سنتحدث مع سكاننا ومع شعبنا ومع مجتمعنا. والآن فإن الجيش برمته الذي يتكون من الملايين من الآلاف من الأشخاص والنصر